جزاكم الله خيرا. عرفوا لنا اللحية وما حكم تقصيرها؟ اللحية ما ينبت على الخدين وعلى الذقن، هذه هي اللحية كما جاء في القاموس وغيره، ما ينبت على الخدين وهو العوارض، والذقن الذي ينبت على مجموع اللحين أسفل الوجه، ولا يجوز تقصيرها، بل يجب تركها وإعفاؤها وإكرامها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم.